الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. على العموم، اليوم سنأخذ الدرس الثالث المتعلق بعلوم القرآن الكريم، لكننا قبل أن نبدأ بالدرس نريد أن نسمع منكم حول المحاضرات السابقة. تحدثنا فيها أولا عن تعريف القرآن، ثم تعريف علوم القرآن، ثم محاور علوم القرآن. أربع محاور. نعم. التنزيل، الترتيل، التأويل، التدليل. التنزيل يبين لنا معاني التفسير. نعم. التأويل أسباب النزول. الترتيل قواعد التجويد. التدليل، التدليل ما أصبح الله. نعم، المتعلق بالإعجاز وغيره. لكن التنزيل المتعلق بأول ما نزل، آخر ما نزل، أي نزل، يعني الذي سنأخذه اليوم، سنأخذ هذا الدرس، هذا المتعلق بالسابق. نعم. ما عرفت الواجب، لأن كنت أفكر أنه ما في درس اليوم. الواجب، الواجب أكيد كتبتموه بالكامل. ما هو الواجب؟ ما الفرق بين علوم القرآن والتفسير؟ ولكن أنا عم ببحث. نعم. لقيت أن علوم القرآن، التفسير هو أصلا من علوم القرآن، جزء من علوم القرآن. جميل. هو المهم أنه يأتي مكتوب. تحدثنا، قلنا أظن الواجب الأول كان الفرق ما بين التفسير والتأويل، والثاني الفرق ما بين التفسير وعلوم القرآن. نعم، إن شاء الله سنتحدث عن هذا مؤخرا. فالقرآن الكريم نحن تحدثنا عن تعريفه، قلنا بأنه كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، المعجز بلفظه، منقول إلينا بالتواتر. نعم. أيها طلاب القراءات، أنتم تعرفوا قرأتم التعريف أم لا؟ كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر. نعم. ثم تحدثنا عن تعريف علوم القرآن، وقلنا هو مجموع المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث أسباب النزول، النسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، إلى ما لا نهاية، يعني من العلوم المتعلقة بعلوم القرآن، علم القراءات وغيره، تعد يعني مباحث في علوم القرآن. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أشهر المؤلفات القديمة والحديثة في علوم القرآن. نعم. وغريب القرآن. نعم. وعجب من علوم القرآن. نعم. أنا كنت أقرأ، أنا أصلا كان هنا فوق، أنا كنت أقرأ. نعم. الإتقان في علم القرآن السيوطي. نعم. هذا من الكتب المتكاملة. أولا قلنا في بداية الأمر. جزئين. نعم، في بداية الأمر كانت الكتابة عبارة عن يعني موضوعات في علوم القرآن، في غريب القرآن، في عرب القرآن، العام والخاص، المحكم والمتشابه، كانت هذه الأشياء تكتب في علوم القرآن. ثم بعد ذلك تطور حتى أصبح علم متكامل، وكتب فيه كتب متكاملة، وذكرنا منها الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وكذلك البرهان للزركشي، إضافة إلى قلنا أشهر كتاب إبراهيم بن علي الحوفي الذي كتب البرهان في علوم القرآن. ثم تحدثنا عن الكتب الحديثة، منها مثلا مباحث في علوم القرآن لمناع القطان أو لصبحي الصالح وآخرين، كذلك الزرقاني الذي كتب فيه له كتاب شهير جدا في هذا الموضوع. نعم، أي مكتوبة موجودة هذه الكتب بالكامل. نعم، مكتوبة في الكتاب ومكتوبة أيضا في الملفات المرسلة إليكم. بعد ذلك دخلنا في موضوع آخر، هذا الموضوع الآخر قلنا هو الوحي، أليس كذلك؟ تحدثنا عن الوحي وتعريف الوحي، إعلام الله سبحانه وتعالى للنبي من أنبيائه. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أنواع الوحي، قلنا أنواع الوحي ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية من الآيات. ما هي هذه الآية؟ نعم. لا، الوحي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة، أنواع الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ثم تحدثنا عن الكيفيات، كيف يأتي الملك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
نعم الرؤية وغيرها. وكذلك عرفنا الوحي بمعانيها اللغوية، المعاني اللغوية قلنا مثلا الإلهام الفطري، الإلهام الغريزي، وما يأتي على سبيل وسوسة الشيطان إلى ما لا نهاية. ذكرنا خمسة أنواع. سنتحدث اليوم عن جزء جديد أو موضوع جديد المتعلق بنزول القرآن، كأول ما نزل آخر ما نزل. لكن قبلها في نهاية هذا الدرس إن شاء الله يتحقق لدى الطالب ما يلي معرفة العناية التي حظي بها القرآن، حظي بها القرآن صيانة له وضبطا لآياته خلافا للكتب السابقة. لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظناه وسنحفظه. إدراك أيضا أسرار التشريع الإسلامي في تاريخ مصدره الأصيل، كيف كان القرآن يتنزل، كيف ينزل، هل نزل دفعة واحدة، هل نزل مفرقا، ما هي الأسرار، لماذا نزل دفعة واحدة وإلى أين، وكذلك نعم وكيف نزل أيضا يعني مفرقا، لماذا كان ينزل مفرق، ما هو ما هي الفوائد من ذلك، لماذا أنزله الله هكذا، سنتبين ذلك. نعم أسرار التشريع في تاريخ مصدره الأصيل المتعلق بالقرآن، يعني من أين جاء، كيف وصل مصدر القرآن الكريم. نعم. ثم بعد ذلك أرقى أساليب التربية، كيف كان الله سبحانه وتعالى يربي الصحابة رضوان الله عليهم أو أهل الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كيف كان يربيهم. انظروا مثلا في قصص الخمر، هل حرم دفعة واحدة؟ الربا شوية شوية في كل شيء. وكذلك نحن الآن، نحن الآن جينا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرسالة الخاتمة جاءت أيضا، الله سبحانه وتعالى قد رفع عنا الأغلال السابقة التي كانت على من قبلنا. يعني نحن الآن حينما نزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما في البداية ماذا كانت الآية السابقة تقول، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، فحتى نزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله قال قد قبلت أو سمعت إلى آخر الآية. كذلك ما جاء في الربا، كيف كان الربا قليلا قليلا حتى الناس النفوس تقبلت ذلك. ولذا قال هذا أرقى أساليب التربية، في الجهاد كيف كانت، في الدعوة كيف كانت، كلها يعني مراحل. قال هو أسلوب القرآن في تدرجه في الأحكام التي ترقى بنفوس الناس في سلم الكمال. نعم. ثم بعد ذلك ذكرنا الآيات، قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الله سبحانه وتعالى قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. يسألونه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نتأكد منه هل هو نبي أم لا، فقالوا نسأله عن ثلاث. ثم ذكروا من ذلك ما لا تسمع عن فتية في الزمان الأول غادروا، هل تعرف عنهم شيء؟ أهل الكهف. ماذا عن الروح؟ قالوا هذه لا يعرف بها إلا أنبياء. نعم نعم نعم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجل الجواب وأتاهم بالجواب في المرة الثانية. قالوا فإن كان كاذبا كشف، وإن كان نبيا سيجيب علينا. فجاءت إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وجاء الجواب على الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وجاء حول موضوع يعني مما يخلق الإنسان. نعم مما يخلق، بيّن ذلك بالآيات وبالأحاديث النبوية. صليتم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. اليوم سندرس الفرق ما بين الإنزال والتنزيل، ما المقصود بالإنزال وما المقصود بالتنزيل. أنزل ينزل إنزالا أو نزل ينزل تنزيلا. المقصود بهذا هذه الكلمات الثلاثة الأول هذه تأتي في جملة واحدة، نزل إلى اللوح المحفوظ في بيت العزة في السماء الدنيا. أما نزل ينزل تنزيلا هذه في الغالب كانت تأتي المتعلقة بالقرآن نزل مفرقا في الأحداث والوقائع التي كانت تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تنزلات القرآن قال هنا سيكون هنالك التنزل الأول، ما هو الدليل عليه، الحكمة من هذا التنزل،
التنزل الثاني الدليل عليه، الحكمة من هذا التنزل الثاني، التنزل الثالث الدليل عليه، وكذلك الحكمة منه، مع أن أغلب العلماء على أنه نزولين فقط ليس ثلاثة، ليس ثلاثة، لكن هنا في قول أضافوه ثالث لهذا الموضوع. مراحل نزول القرآن أو الوحي، طبعا نحن حينما نتحدث ما هو هذا الموحى به، درسناه الأسبوع الماضي، ما هو هذا الموحى به؟ هو القرآن الكريم، نحن نتحدث عن هذا الموضوع. الموحى به هو كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك مدار آيات مراحل نزول القرآن ست آيات. الآية الأولى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أين هذا اللوح المحفوظ؟ هذا الذي نحن لا نعلم أين مكانه، لكنه أخفاه الله سبحانه وتعالى عنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. متى هذه الليلة؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. ليلة القدر والليلة المباركة هي واحدة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني في هذا الشهر. يعني هذه الآيات الثلاث مثلا لا تعرض بينها بالكامل، الثلاث الآيات، يعني أنه نزل في ليلة القدر في نفس الليلة المباركة في شهر رمضان. نعم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انظروا كيف كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم حينما تقرؤون الآن مثلا سورة البقرة، تشوفوا كم أسئلة سورة البقرة، أسئلة كثيرة جدا جدا. يسألونك عن الخمر والميسر، أحيانا قد يأتيه الجواب مباشرة، وأحيانا قد يتأخر عليه الجواب. نعم طبعا. كم 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 كتب فيها الناس وكم ألف فيها المؤلفون. هي تتحدث عن أمم، تتحدث عن أمم وعن تشريعات طويلة عريضة وعن أنبياء ورسل. نعم. على العموم نصلي ونعود، وصلى الله وسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. استمرارا في هذا الدرس المتعلق بمراحل نزول الوحي، هو طبعا ذكرنا سابقا قال ثلاثة أقوال، مع أن أرجح الأقوال يعني ذهب إليها أهل التفسير نزولين. النزول الأول كان إلى السماء الدنيا، النزول الثاني كان مفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم مفرغ خلال 23 سنة. نعم. لكن هو حسب هذا، الآية الأولى قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال كأن الله سبحانه وتعالى أشعر الملائكة أن هنالك كتاب سينزل على آخر الأنبياء، فتحدث عنها كما سيأتي. قال التنزل الأول قال هو إلى اللوح المحفوظ في وقت وطريقة لا يعلمها إلا الله، ومن أطلعه الله على ذلك، وكان ذلك جملة واحدة لا مفرقا. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نعم. التنزل الثاني قال هو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى أين؟ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر. فهذه الأدلة الثلاثة لا تتعارض مع بعض. قالوا هنا هم حملوها، قالوا التنزل الأول الكيفية لا نعرف كيف كانت ولا الطريقة ولا نعرف شيء عن ذلك، إلا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فكان جبريل يبلغ أهل السماوات أن هنالك نبي سيأتي وأن هنالك كتاب سينزل. قال التنزل الثالث، التنزل الثالث التنزل الثالث وهو المرحلة الأخيرة التي منها شع نور الوحي على العالم ووصلت هداية الله تعالى إلى العالمين، هي التي فيها نزل الأمين جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهمتم الآن التنزلات الثلاثة؟ الآن سيأتي بالحكم، يبين ما هي الحكمة الأولى من التنزل الأول أو الثاني أو الثالث. قال قبل الخوض في تفاصيل الكلام عن مراحل أو تنزلات القرآن، يجدر من القول بأن بعض العلماء قسم هذه المراحل إلى ثلاث: إلى اللوح المحفوظ، إلى بيت العزة في السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبعضهم قسمها إلى مرحلتين أو تنزلين، هما إلى بيت العزة في السماء الدنيا والثاني على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا هو أرجح الأقوال
والأدلة كلها تؤكد هذا. قال والتقسيم الثاني أي مرحلتين فقط هو المشهور عند العلماء وهو الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي عليه جمهور العلماء. شكرا جزيلا. مراحل نزول الوحي وحكمتها، طبعا هذا لمن يقرأ منكم إنجليزي عليه يستفيد بعض الأشياء. الأولى كما قلنا في وقت وطريقة لا يعلمها إلا الله، وهذا هذه كانت جملة واحدة. الثاني بيت العزة، لأن قال هنا أيضا فيها فائدة ثانية، قال هذا لتفخيم أمر القرآن وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات وأن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لننزله عليهم. قالوا هذا كله كان جملة واحدة في شهر رمضان له حكم وأسرار كثيرة، يعني أنه منجما في مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة أو 20 سنة على حسب الخلاف الذي ورد بين كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكم مكث في المدينة. حكمة نزول القرآن الكريم في مراحل. من منكم أيها السادة الكرام يذكر لنا حكمة، حكمة لنزول القرآن الكريم جملة واحدة أو مفصلا؟ لا منجما. ها تفضلي جيب لنا منجما. ها كيف نزل منجما؟ لا الحكم، الحكمة لأنه كل على حسب الحادثة التي تحصل على حسب الحاجة. مثلا يا أيها المدثر يا أيها المزمل. نعم. عندما يأتي من غار حراء ويأتي مدثر ومزمل وزوجته خديجة كيف كانت تتعامل معه، يعني فهذا كله جاءت الآيات بحسب الواقع الذي وقع. نعم. لأن العقول البشرية عند أهل قريش كان متعصبة متحجرة، لو أنزل الله تعالى القرآن الكريم جملة واحدة على عقولهم لما تقبلوها، لذلك كان العلم الشرعي قد نزل تدريجيا حتى يستوعب عقولهم هذا الدين. أحسنتي. ها بعد السادة الكرام أفكر في حكمة نزول جملة واحدة. أنت الآن تفكر في جملة واحدة. نعم لا أجد يعني، لكن خلاص التيسير. خلاص نبدأ نقرأ. ولأن قريش لم تصدقه، مثلا عندما قال لهم أنا عرجت إلى السماء السابعة وذهبت إلى بيت المقدس لم يصدقه إلا أبو بكر رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق وصدق به رضي الله عنه. نعم هو كان الصادق الأمين. هو الحاصل فعلا. طبعا هنا ذكر لنا قال حكمة نزول القرآن جملة واحدة، قال أولا تفخيم أمر القرآن، فخامة هذا القرآن، القرآن العظيم وعظمة هذا القرآن الذي نزل على هذه الأمة، فيه علم الأولين والآخرين، فيه ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة. نعم شرف لا يضاهي شرف. ولذلك ماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ، ولا يمكن يوجد كتاب حظي مثل ما حظي به القرآن الكريم. اليوم نحن نسمع هذا من اليمن وهذا من مصر وهذا من البرازيل وهذا من أفريقيا وهذا من أوروبا وهذا من أستراليا، الكل لديهم كتاب واحد ويحفظونه جميعا ويفهمونه جميعا. نعم أنا الآن لو تكلمت الآن بكلمة وغلطت في آية أنتم تقولوا لا أنت غلطت الآن، لو يعني حفظ في الصدور وحفظ أيضا في السطور، أحرقت كل المصاحف الموجودة على الأرض، لو أحرقت كل المصاحف الموجودة الآن على الأرض هو موجود في الصدور، كم ستحرق؟ كم ما الذي ستصنع؟ فهذه تعد عظمة لا يضاهيها عظمة. قال تفخيم أمر القرآن وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام أعلم الله سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم. خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفى هذا صلى الله عليه وسلم حتى قال أنا خيار من خيار من خيار، فعلا صلى الله عليه وسلم. نعم وإن القرآن فيه قصص ما قبلكم وقصص ما بعدكم. طبعا هو تحدث، لا يوجد في الكتب الثانية. أيوة. لا يوجد في الكتب الثانية ما يوجد في القرآن، يعني السابقين جميعهم. اليوم أنت تتكلمين عن هذا الهواء الموجود أمامنا الآن أو شيء، من الذي تكلم؟ أي كتاب الذي أشار إليها بإشارات؟ من الذي تكلم عن البحار وما يدور في أعماق البحار وما يدور في الأمواج الداخلية للبحار؟ من؟ أي كتاب؟ نعم الذي قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هنالك من أخذ مثلا
ما يتعلق بالنفس، بعضهم كيف النفس هذه وفي أنفسهم، سواء كان المتعلقة بالتشريح، علم التشريح أو علم الطب، لتفصل الجسم تفصيل كامل أو شرح الجسم عضو عضو تحدث عنها، أو المتعلقة بالبعضهم درسها مثلا علماء التزكية، علماء التزكية هم يعرفونها بأنها عبارة عن تحلية وتخلية، تحلية أو تخلية وتحلية، تبدأ بالتخلية تتخلى عن الصفات الذميمة ثم تتحلى بالأخلاق. نعم، هذا علم النفس هذا الموجود فيه كم درسوها، علم الروح الأرواح كيف تكون هذه النفس، نفس زكية قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها، وقسموها إلى عدة أقسام وقسموا القلوب إلى عدة أقسام، يعني في عظمة. ولهذا قال نعم، لأن الله أقسم فيها، أقسم فيها، أقسم فيها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إلى آخره. من الذي تحدث لنا عن هذه الطبقات الآن الذي تسير الآن نحن لا نعلم بها، لأن كل ما فوقنا يعد سماء، أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، من الذي كشف لنا هذه الأشياء الموجودة والذبذبات الموجودة فوق؟ قال لا تقوم الساعة حتى يحدث الرجل، يعني العصا يحدثك، ما الذي أحدثه أهلك في البيت؟ اليوم التلفون أمر طبيعي جدا، الوحي، الوحي الآن لما كان الصحابة يسمعون كأزيزنا، اليوم أنا سأتكلم معكم الآن، واحد في أمريكا واحد في الغرب، نفتح مكالمة جماعية، اليوم نحن نتحدث الآن وغيرنا يسمعون أين؟ طبعا يتابعون ويسمعون، فهذه أشياء ليست بالسهل. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذا، قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون، قال ولتعلمن نبأه بعد حين. كم هو هذا الحين؟ نحن لا ندري، الحين سنة، فسرها البعض قال إلى قيام الساعة. ولذلك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، يعني القرآن أنزله في هذا العلم، إن فتحت أي جانب من الجوانب. نحن الأسبوع الماضي تحدثنا مثلا عن الحجر الصحي هذا، اليوم العالم في أزمة، في طوارئ، العالم بكاملة حدود 6 مليار، لا دخول لا خروج لا ذهاب لا إياب لا 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 إلى ملل. طبعا الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا نعلم ما هي الحكمة، لكن هذا الحجر الذي اتخذه الآن العالم بعد التطورات الجديدة وإلى ما لا نهاية، النبي صلى الله عليه وسلم قالنا في خمس كلمات أوتيت جوامع الكلم، قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض قوم فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، انتهى الموضوع، لا تدخلوا ولا تخرجوا. ولكن هم يطبقوا، طبعا هم طبقوها مؤخرا، هو لو كان بقي مثلا في الصين فقط كان ما انتشر. فلذلك أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأنه جعلنا من أهل الإسلام، وهذه كرامة لا تضاهيها كرامة، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وهو أنعم علينا بذلك وبينها في القرآن، ورضيت لكم الإسلام، هذه أعظم نعمة. غيرنا اليوم واحد يعبد صنم، واحد يعبد بقر، واحد يعبد حية، واحد يعبد عقارب، واحد، أنتم تشاهدون في الهند الذي يتبركون بالبقر تأتي تدعس عليها الإله، يدعس عليه، وذاك يأتي عجيب، أيوه أشياء عجائب وغرائب. ولذا تسمعون ما معناها حينما قال إبراهيم عليه السلام ويخاطبهم، كنا نقرأها نقول كيف كان القوم هؤلاء يعملوا، أفل لكم ولم تعبدون من دون الله، هؤلاء هم هكذا، يعني العقول تطور لكن هي نفس العقول السابقة، يعني حينما يذهب الصباح أبنائه لا يمتلكون الموز ولا التفاح ولا البرتقال، وهو يأخذها مباشرة ويوصلها للصنم. تفضل. ولكن الله يضل من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. هؤلاء الناس هم أحيانا يعرفون أن هذا الإله لا ينفع، لا ينفع، طبعا هو الإصرار. إذا كان فرعون الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم من داخل، معتقد أن هذا الكلام غير صحيح، صليتم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهذه من نعم الله أنه أرسل لنا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وكرمنا أيضا بالقرآن الكريم المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة، كما قال سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، إيش بعدها؟ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ حتى قيام الساعة. نعم، هذه الحكم في نزول القرآن الكريم جملة واحدة.
الحكمة من نزول القرآن الكريم منجما هنالك عدة حكم، مثلا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته، كانت أحيانا تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يشاهد القوم لا يؤمنون لا يصدقون، أحيانا تحصل في النفس، يحصل في النفس شيء، ولهذا سبحانه وتعالى كان يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره. نعم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك، ها نعم، التي في سورة الكهف أو في سورة الشعراء. نعم، يعني لا تقتل نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم هم يمكرون، يعني يذكره الله سبحانه وتعالى بالسابقين كيف كانوا. والذي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم، يمكن الصحابة يستنصرون، قال إن من كان قبلكم يؤتى بالرجل قال فينشر أو يقطع نصفين، قال ثم يؤتى بأمشطة من حديد فيمشط لحمه دون عظمه، قال لا يرده ذلك عن دينه شيئا، وكان يقول رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وكان يذكر السابقين. تخيل نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 قيل أنها المرحلة الدعوية، العمر الدعوي إلا 50 عاما. نعم 1000 سنة إلا 50 عام، وبعدين أيامهم كانت طويلة، حقنا الأيام الآن قصيرة ما في شيء. مع هذا يعني لم يتراجع، الله سبحانه وتعالى أوحى إليه إلى نوح عليه السلام أن هؤلاء القوم لا خير فيهم، قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، تمام إلى آخر الآيات. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى دله على الطريقة، حين إليه أن نصنع الفلك بأعيننا، جهز السفينة، وهو يجهز السفينة وهم يأتون إليه يسخرون منه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ومع ذلك لم يتراجع، صنع السفينة، أعد كل شيء، حتى جاء أمر الله سبحانه وتعالى. هنا جاءت الدعوة ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم، كذلك في قصة فرعون كم استمر موسى عليه السلام، استمر في الدعوة، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، تريدون يخرج يده من جيبه بيضاء، الجراد، القمال، الضفادع، الكل، كل ما تريدون، رفع الجبل. يعني لما تقرأ الآية تحس أن موسى عليه السلام صبر على هؤلاء القوم وعلى هذه المؤاذة، وكان يريهم المعجزات تلو المعجزات، وأيضا اختتمها بال يعني معجزات العصا، ومع ذلك لا ما بلا نقتل. وصلوا للبحر وشاهد شاهد معجزات أمامه، البحر ينفلق نصفين، أمر مش بهذه السهولة، يضرب بالعصا ينفلق نصفين، كل فرق كالطود العظيم، أزلفنا ثم الآخرين، ومع هذا يدركهم. لكن الله سبحانه وتعالى هو إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولهذا كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كلما يحصل، ماذا حصل لزكريا، ماذا حصل ليحيى، ماذا حصل للسابقين نبي بعد نبي. ولذلك قال هذا كان فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته، هي نفس بشرية في النهاية. الثانية تيسير حفظ القرآن وفهمه، سواء كان على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة، وأنتم تسمعون كيف كان الله تعالى، ها نعم، هذا تيسير، يعني كان لم ينزل دفعة واحدة، لكن كان كلما نزل شيء يحفظونه، وكان الصحابة رضي الله عليهم يقولون والله إني لا أعلم آية كذا أين نزلت وفي مكان نزلت وفي من نزلت بالكامل. نعم يحفظونها بالكامل. حينما جاء أحدهم يقول اليهودي يقول لعمر حينما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال له لو كان هذا عندنا معشر يهود لجعلنا هذا اليوم عيد، قال له إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي أي، يعني من أولها طبعا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يذهب الوحي يبدأ يحرك لسانه، الله سبحانه وتعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، سيجمع في صدرك ولا يحصل فيها أي خلاف ولا أي شيء، فجمعه الله سبحانه وتعالى فيه. وكان أيضا بعد أن يذهب الوحي يعني يقرأه للصحابة ويتلوه عليهم، والله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة يعني أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم من خيرة القوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه والذين معه. يعني اليوم بعض الناس يأتي يطعن في هؤلاء القوم
خيرة من على الأرض كانوا، خيرة من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليرافقوا نبيه صلى الله عليه وسلم. أول من ضحوا وعملوا كل شيء يأتي اليوم واحد يستنقص من عمر أو من أبو بكر أو من عثمان، هي كوارث. هذا الطعن في أساس في حملة الرسالة وصلت إلينا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطى أحدكم، لو أنفق أحدكم مثل جبل يعني مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني في يوم القوم بالكامل لا يعرفون شيء، يتحدثون وهؤلاء القوم يقفون ويصدقون ويؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يقولون لهم أتصدقون هذا الكلام؟ قالوا إن كان قال فقد صدق، يعني حتى لو لم يدخل العقل إن كان قال فقد صدق. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. ولذلك الذي يجب علينا قال والذين جاءوا من بعدهم نحن يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الحكمة الثالثة التدرج في التربية، كيف كان يربي الله سبحانه وتعالى نفوس الصحابة رضوان الله عليهم. أنتم الآن تحدثون عن بيئة أمية، بيئة ثارات وقتالات، قتال على الدوام، يعني داحس والغبرة. لماذا داحس؟ سبقة الغبرة، استمر القتال كم سنوات علشان السباق فقط، طبعا علشان السباق. كوارث ودماء، يعني دماء تلوها دماء، يعني تتخيلون قصة جعفر حينما جعفر سافر إلى حلول بس صغيرة، جعفر حينما سافر إلى الحبشة، تتذكرون الوصايا ماذا قال؟ قال كنا قوم أهل جاهلية، القوي منا يأكل الضعيف، كنا نقطع الأرحام، كنا يعني أصحاب دماء، كنا يعني نظلم، كنا يعني عدها بالكامل. قال حتى بعث الله لنا رجلا منا أو رسول منا أو نبيا منا نعرفه ونعرف صدقه حسبه نسبه نعرفه بالكامل. قال فأمرنا يعني بحسن الجوار، وأمرنا بمحاسن الأخلاق، أمرنا بكذا بكذا، يعني عد المحاسن بالكامل. قال فبغى قومنا علينا، لم يتركونا أننا يعني حرية مثلا، خلوها حرية أنتم لوحدكم وإحنا لوحدنا، لا. قال فبغوا علينا. ثم بعد ذلك قال عذبونا، عملوا بنا ما عملوا. قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نهاجر إليك، قال فإن في هذه البلاد، في تلك البلاد ملك لا يظلم عنده أحد. فحصل ذلك ودخلت في نفس النجاشي رضي الله عنه وأسلم النجاشي بعد هذه الأحداث. نعم، هو طبعا هي مناظرات كبيرة حصلت في ذلك، لكن الشاهد فيها كيف كان الله سبحانه وتعالى يربي تلك النفوس. نفوس كانت تشرب الخمر وتتفاخر بها، نفوس كانت يعني في وضع ليس يعني بهذه السهولة، سواء كان الجاهلية الأولى أو الجاهلية الثانية. قال التدرج في التربية وكذلك في التشريع. التربية مثلا فيما يتعلق بعض العبادات، كيف بدأت ركعتين، كيف بدأت مثلا في اليوم فريضة واحدة، كيف مثلا المتعلقة بالتغيير القبلة وغيرها. قال وكذلك التشريع، سواء كان المتعلق بالأحكام بكمالها، كيف كانت في المرحلة المكية، كيف كانت في المرحلة المدنية، كيف كان الخطاب في مكة، كيف كان الخطاب في المدينة، يختلف تماما. ولهذا نحن نستفيد منه الآن في واقعنا المعاصر، كيف نخاطب الناس إذا كنا مثلا في بلاد أقليات، هل نخاطبهم بالوضع المدني أم نخاطبهم بالوضع المكي؟ طبعا نعم، هو هذا نحن بحاجة إليه. نعم. قال الحكمة الرابعة مسايرة الحوادث والوقائع، كلما حصلت حادثة، كلما حصلت واقعة، كان القرآن الكريم يسايرها بالكامل. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، كذا يعني يصف الأحداث التي كانوا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، كان يعني يبين كل ما يحصل من أوله إلى آخره. قال مسايرة الحوادث والواقع، وهذا سيأتي معنا في أسباب النزول. ما هو سبب النزول؟ سبب النزول حادثة وقعت أو سؤال، في أحدهم سأل سؤال جاء الجواب. الحوادث المعارك، انظروا المعارك حق النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت كان الله يعاتبهم على هذه الحادثة حصل كذا وكذا، وهذه الحادثة حصل فيها كذا، قصة عائشة رضي الله عنها حصل فيها كذا،
أنزل الله فيها هذا القرآن الذي يتلى. من رأى تتخاطب مع زوجها تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي. قد سمع يأتيها قد سمع الله قول التي تجادلك، يعني حادثة بسيطة جاءت تشتكي. قالت عائشة والله ما سمعت، يعني كنت أسمع بعض الكلام وهي في الغرفة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها إلا والقرآن نزل. فهذه كانت يعني عجيب. ها هذه الواقعة قبل حدوثها كانت القرآن نعم موضوع في اللوح المحفوظ طبعا محفوظ في هذه الواقعة طبعا محفوظ كل شيء، لأننا علم الله سبحانه وتعالى يعني شامل كامل لكل شيء. قال مثل شوف الآن التي تحصل في عصرنا هذا، الوقائع الآن الموجودة في عصرنا هذا، أو الإشارة التي كانت موجودة مثلا، شوف الإشارة الموجودة في وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذه حملوها على ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فأصلحوا بينهما، أو العلوم الآن الموجودة بين أيدينا في هذا العصر تحصل كل يوم، هي بالتأكيد غير موجودة كانت في ذلك الزمن، التليفونات، الوسائل التواصل، التكنولوجيا الحديثة الموجودة في الغالب كانت غير موجودة، لكننا وصلنا إليها اليوم هنا. كما يقول علماء التشريح قالوا في الفخذ يوجد فيها يعني ملايين الشرايين موجودة من خلق آدم عليه السلام إلى اليوم، لكن الناس ما اكتشفوها في هذه العصور الأخيرة، أنه إذا احتجت شريان أو شيء تأخذ من المخزن، في عندك احتياط داخل الفخذ. أشياء عجيبة وغريبة. قال الحكمة الرابعة مسيرة الحوادث والوقائع. الحكمة الخامسة البرهان الساطع على أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، كلام الله تعالى الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام الله الذي لا مهما كان مهما قرأنا لا نمل. ذكرنا مثال الأسبوع الماضي، نقرأ الفاتحة كم؟ 17 مرة على أقل تقدير في اليوم، على أقل تقدير. لكن هل واحد منا شعر أنه في ملل من قراءة الفاتحة؟ لا، كلما قرأت الفاتحة تشعر أنك يعني تريد تتدبرها، تريد في تجدد على الدوام. نعم، بخلاف لو قرأت مكان ثاني. نعم، ها؟ طبعا نفهم منها معنى. لكن اليوم لو جينا نأخذ الفنانين القدامى كامل والمنشدين وال 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 إلى ما لا نهاية، نأخذ المنشد الأول يأتينا بنشيد نسمع، لكن تشعر أنه دخل 2020 نريد حاجة جديد، يعني سي دي جديد أو شريط جديد أو وهكذا. الفنانين في كل سنة كل واحد معه 2020 مسلسلات نفس الكلام. النشيد الوطني قد يستمر في بعض الدول لكن يستخدمونه في أوقات محددة، إما يوم كذا يوم كذا، لكن مع هذا ليست لا تصل إلى يعني درجة من درجات القرآن الكريم. نعم كلام الله، هذا كلام الله. ولذلك هذا هو الفرق ما بين كلام الله وكلام البشر. كلام البشر يمل من كثرة الترداد، لكن كلام الله سبحانه وتعالى لا يمل منه. نعم مثلا التدرج هذا في التربية والتشريع. تحريم الخمر مر مثلا بأربع مراحل، كنا ندرس الطلاب التركستان قالوا ما هذا، يعني ليش تجيبوا لنا الصور؟ قلنا الصور هذه موجودة هي في نفس قال تدرج القرآن الكريم في تحريم الخمر على المسلمين في أربعة مراحل، وهي المرحلة الأولى، يعني هذه أحيانا قد تكون مثلا موعظة كما يقال موعظة سلبية كما حصل في الربا، يعني يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هو لم يحرمه لكنه قال لهم هذا الربا هو ممحو، لكن الصدقات فيها خير وتربو كل يوم وتزداد. فهنا قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ذكر القرآن الخمر في هذه الآية من طرف خفي دون أن يذكره بالاسم، وأنهم يصنعونه من ثمرات النخيل والأعناب، إلا أنه وصفه بأنه يسكر، تمام، بجانب الرزق الحسن. هو فيه رزق حسن لكن مع هذا أيضا في جنبه أنه يسكر، يعني والسكر معناه ذهاب العقل. قال الذي يأخذ كذلك من ثمرة النخيل والأعناب. الثاني المرحلة الثانية، سؤال ثاني، تطورت المرحلة إلى والناس يتساءلون ما معنى يسكر سكرا، ما معناها؟ هل يعني معناها قد في شيء تحريم في شيء؟ جاءت الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ولكن قال
وإثمهما أكبر من نفعهما إلى آخر الآيات. يعني الآن قرب للناس أنه في إثم، في إثم في هذا المكان. قال ذكرت الآية ما في الخمر من إثم ومنافع للناس إلا أن إثمها أكبر من منافعها ولم تحرم، إلا أنها أبرزت مساوئ الخمر. أما الآن في العلم الحديث الآن تشاهدون هذه الأشياء بالكامل، الأضرار المترتبة على شرب الخمر سواء كان للرجال أو النساء. المرحلة الثالثة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. خلاص الآن جاء أمر من الأوامر، كأنكم تستطيعوا تقولون مثلا أنه تحريم جزئي، لكنه تحريم جزئي أو في أوقات محددة، مثل الربا يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني في شيء تأكلونه لكن لا يعني لا يكون الربا فاحش، تمام؟ فهذا تحريم جزء منه. وهذا الآن نفس الكلام لوقت من الأوقات، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى الناس جاءوا يسألون هل حرمت؟ هل حرمت؟ قال سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النفوس أصبحت مهيئة أن قد في سكر وفيها الثاني نعم إثم، وفيه أيضا الصلاة لا تقربها، لأنه هذه عبادة بين الخالق والمخلوق، قد يخلط الإنسان يعني ما بين يعني يتلفظ بألفاظ لا تليق. قال جاءت هذه الآية فيها تحريم الخمر في بعض الأوقات فقط وليس تحريما كليا، نهاهم عن الصلاة حال كونهم سكارى، وذلك مما يقتضي أن لا يشربوها غالب أوقاتهم، إذ شربهم لها كما كانوا يشربونها من قبل يفوت عليهم الصلاة في وقتها، وهذا ما لا يرضونه لأنفسهم. المرحلة الرابعة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. قالت عائشة رضي الله عنها فأهرقوها في المدينة حينما سمعوا هذه الآية وفهموها، وقالوا حرمت؟ قال نعم حرمت. تعال الموضوع، لكن النفوس كانت مهيئة للموضوع بالكامل، قد بدأت تتساءل ما الذي سيحصل، ثم جاء هذا التحريم المؤبد. قال حرم عليهم في هذه الآية الخمر تحريما قاطعا ومطلقا، تحريما صريحا لا غموض عليه أو لا غموض فيه. جاء هذا التحريم في وقت كانت نفوسهم قد تعودت على التقليل من شرب الخمر، فسهلت عليهم تركها كلية، تركوها بالكلية. وحقق القرآن الكريم غايته في التدرج الذي سلك في تحريم الخمر. صليتم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، ستجعلك تقتل تعمل. نعم، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها معتصرها شاربها حاملها ساقيها بائعها آكل ثمنها المشترى له يعني المشتري له والمشترى والمشترات له. فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذه الكبائر وأن يطهر المجتمعات من هذه الكبائر. قال خلاصة الدرس من نزول القرآن منجما في التربية والتعليم، ينبغي مراعاة، طبعا هذا الجزء الأول من الدرس، مراعاة المستوى الذهني للطلاب وتنمية قدراتهم العقلية والنفسية والجسمية عند وضع المنهج الدراسي وعند التدريس كذلك. فالمنهج الدراسي الذي لا يراعى فيه مستوى للطلاب، وأنتم ما شاء الله أنتم أساتذة سواء كان السيدات أو السادة كلكم أساتذة. قال في كل مرحلة من مراحل التعليم أو لا يراعى تنمية الجوانب الشخصية العقلية النفسية، قال هذا المنهج لا يكتب له النجاح. ولذلك يشترط في كل منهج من المناهج ثلاثة شروط، أي منهج من المناهج يشترط فيه ثلاثة شروط، أن يكون هذا المنهج أولا يكون العلم نافع، علم نافع هذا أهم ما فيه. الثاني يكون مشوق فيه، انظروا حينما نشاهد الآن مثلا تشاهد الصور طلعت لك حاجة كثيرة، قال مشوق. الثالث يكون آمن، المنهج يكون آمن للطلاب، لا يكون فيه أنت الآن تدرس الناس مثلا التكفير يكفرون المجتمعات، ولا يعني فجأة تنزل القرآن بحوادث بسيطة يخرج الطالب من عندك فجأة وقالوا انفجر في الطريق. هذه طبعا لابد علينا أن يكون هذا المنهج لابد أن يكون آمن، أنك تتدرج مع الطلاب في كل شيء، تعلمهم تربيهم يعني هدي الإسلام بالكامل.
المدرس الذي لا يعطي طلابه القدر المناسب من المادة العلمية. أنا أسف، يوجد تعليق منذ دقيقة أو هو سؤال بالأحرى. تحريم الخمر، أقرأها لك. تحريم الخمر بدأ بالتدرج وهو الآن محرم قياسا على ذلك. هل لو كان هناك شخص مدخن أو يشرب المسكرات نبدأ معه مسلك التدرج أم كيف يكون التعامل؟ السؤال قوي، يحتاج هذا يحتاج مفتي، لكن مع ذلك بالتأكيد التدرج سينطبق على أي شخص من الأشخاص، لكن أنا مع ذلك نتمنى أن يكون التدرج في طبعا هو في كل شيء، التدرج في كل شيء، ما دخل الدين في شيء. نعم، لا الحكم ظاهر، الحكم ظاهر ظهور الشمس، لكن نتكلم عن الفرق إن كنا في دول إسلامية خالصة وإن كنا في دول أقليات. الدول الأقلية لها أحكامها الخاصة، والدول الإسلامية الصافية يعني الحكم بالكامل واضح، الزنا حرام انتهى الموضوع، الصلاة ترك الصلاة جريمة من الجرائم أي كبيرة من الكبائر فعلا، لكن الآن هو سنتدرج معه، يبدأ قليلا قليلا، اليوم تعال ممكن ندخل إلى المسجد نعمل زيارة بعدها نعم لا مشكلة في ذلك، نعم لا مشكلة في ذلك، لكن علينا أن نفرق ما الذي يكون يعني فقه الممكن، الفقه الممكن سواء كان فقه النصر والتمكين أو فقه الضعف، نفرق ما بين المرحلتين. مثلا لا يمكن أن نفتي الناس، لا يمكن أن نفتي الناس، نحن الآن مثلا في مرحلة ضعف ليس كذلك، الغرب والشرق مسيطر علينا وإلى قرارنا مسلوب ليس بأيدينا، لكن أننا نقول للناس أن هذه المرحلة التي نعيش فيها نحن اليوم هذا هو الأصل، لا هذا ليس هو الأصل، هذا مرحلة استثناء، الأصل أننا نكون خلفاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، الأصل أننا نقيم الحدود، الأصل أن يكون الجهاد موجود لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، الأصل أنه يطبق الإسلام من أوله إلى آخره. لكن اليوم إحنا عايشين في مرحلة يعني نهادن العدو ونصنع، هذه تعد هذه مرحلة، هذا يسمى فقه الاستضعاف. فإياكم يا معاشر الدعاء أو الأساتذة أن تجعلوا فقه الاستضعاف هو الأصل، لا فقه الاستضعاف هذا، فقه الاستضعاف هذا مرحلة من المراحل، لكن الذي يجب علينا جميعا أن نقوم به هو ويكون الدين كله لله بالكامل. صليتم على الحبيب، أتمنى أن تكون الأستاذ استفاد في كل شيء، طبعا لابد من التدرج لأنه الآن المسألة حول مسائل بسيطة، حول السيجارة، حول الحجاب، حول اللبس، هذه الأشياء يعني أمرها بسيط، نسأل الله أن يهدينا وإياكم. أول ما نزل من القرآن الكريم، شوفوا يا شباب، أول ما نزل من القرآن الكريم، هل يمكن نسمع منكم؟ أول ما نزل من القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ها؟ ثاني، شوفوا في عندنا أحاديث، حابين ندخل على أحاديث تقول لنا أنه أول ما نزل مثلا سورة المدثر، وفي أحاديث تقول لنا أول ما نزل اقرأ، كيف سنجمع بينها؟ كيف سنجمع بينها؟ والبعض نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله، يعني هذه بداية، يعني الآن نحن سنأخذ التقسيمات في هذا الجانب، هو الآن نحن سنتحدث عن هذا الدرس، فائدته أنه كيف يجمع لنا بين أحيانا بعض النصوص أنت تتوقع أنها متعارضة أو بعض الأحاديث، هذا فائدة هذا الدرس، سيدلنا على هذه الأشياء وكيف يخرجها تخريج جميل جدا. مثلا سيقول أول ما نزل اقرأ، لكن الأربع الآيات الأولى فقط أو الخمس الآيات الأولى فقط، ليست السورة بالكامل، لكن أول سورة نزلت بالكامل المدثر مثلا، ها مثلا يأتيك يقول سورة المدثر، أو هذه السورة نزلت في النبوة اقرأ، وهذه نزلت في الرسالة قم، لأن وقتك يعني اذهب، ليست المسألة مسألة جلسة تجلس وحدك في البيت، نعم، أو بسم الله الرحمن الرحيم أو الفاتحة، إن شاء الله سنأخذها على هذا، وكذلك آخر ما نزل، وكذلك التقسيمة المتعلقة مثلا أول ما نزل في الخمر ما هو؟
آخر ما نزل في الخمر كذا، أول ما نزل في القتال كذا، آخر ما نزل في القتال كذا. سيأتي مثلا هذا التقسيم، أول ما نزل من القرآن إطلاقا ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، صدر سورة الأعلى، تمام. آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق، اليوم أكملت لكم نعم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس. نعم، وسنعرف معنى الأقوال، ليش قال فلان آية الربا، وليش فلان قال آية الدين، ليش قالوا آخر ما نزل. يعني هذه ستخرج كلها تخريجات كاملة. الآن سنبدأ بها. قال أصح الأقوال في أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقيل إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، وللجمع بين الحديثين يجاب عن حديث جابر رضي الله عنهما بأن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، وقال أول ما نزل قال سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ، إذ أن أول ما نزل منها صدرها صدر السورة. وقيل أول ما نزل من القرآن سورة الفاتحة، وقيل بسم الله الرحمن الرحيم، قال لكن دليل القولين أحاديث مرسلة، والقول الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو القوي والراجح والمشهور كما سيأتي بيانه حينما نقرأ الكتاب. قال فإذا بالملك الذي جاءني في حراء، إحنا ما زاد في المدثر، قال فإذا بالملك الذي جاءني في حراء قاعد على كرسي ما بين السماء والأرض. قال فرجعت إلى خديجة فقلت لها زملوني زملوني دثروني دثروني، فنزلت هذه الآية. نعم، قال في آخر ما نزل من القرآن أيضا تسعة أقوال، بيد أنه ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه الأقوال إنما هي عبارة عن اجتهادات وغلبة الظن، ولهذا قسمت، قال هذا هذه هنا وهذه هنا. مثلا بعض الآيات كانت تنزل يقولون، قالوا لا هذا المقصود بها آخر ما نزل في سورة براءة، وبعض الصحابة سمعها على أنها آخر ما نزل من القرآن، أو آخر ما نزل في الأطعمة، أو آخر ما نزل في الأشربة. قال بيد أنه ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه الأقوال إنما هي اجتهادات وغلبة الظن من أصحابها، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم مثلا كان في معركة من المعارك، خرج من مكة وهو سمع آخر شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما عاد بدأ يحدث الناس على أنه آخر ما سمعه هو، لكن حصلت هنالك أشياء أخرى. قال قيل أن آخر ما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أواخر سورة البقرة. وقيل آخر ما نزل آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم، الآية بالكامل آية الدين، قيل أنها آخر ما نزل. وقيل آخر ما نزل آية الكلالة يستفتونك. نعم، هو الآن نحن الآن، أنا الآن بس أعطيك الأقوال، لكن في النهاية أنت حينما تتابعين الآية الأولى ذروا ما بقي من الربا، والآية الثانية إذا تداينتم بدين، هي في مكان واحد، لكن كل واحد رواها على حسب ما كان يسمع في نفس الوقت، يعني هي نزلت بالكامل في وقت واحد سواء كان آية الدين أو الربا. وكذلك الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هي نفسها بين هذه وهذه. نعم، لكن كما قلنا هي كانت عبارة عن غلب الظن، وكان كل واحد ينقل ما سمعه آخر ما سمع. قال وقال آخر، قيل آخر ما نزل آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقيل آخر ما نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه التوبة. قال وحمل، شوف هذا القول على إيش حمل، حمل على أنها آخر ما نزل من سورة براءة. قال هذه الآية نزلت في آخر سورة براءة، لكن ليست آخر سورة آخر آية من القرآن الكريم. وقيل آخر ما نزل سورة المائدة، وأجيب بأن المراد أن آخر سورة نزلت في الحلال والحرام،
حملوها. إذا آخر سورة نزلت في الحلال والحرام ما هي؟ قالوا سورة المائدة، فلم تنسخ فيها أحكام. وقيل آخر ما نزل قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال حمل هذا أيضا على أنها آخر ما نزل في النساء خاصة. النساء جاءت تسأل، قالت: ما يعني لماذا القرآن الكريم يخاطب الرجال ولا يخاطب النساء؟ يعني ما فضل الله به بعضهم على بعض؟ قال: فكهذه نزلت فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الكتاب. وقيل آخر ما نزل آية القتل، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء. هم حسبوا أنها آخر آية من القرآن، لا، هو كان يقصد بها حاجة ثانية، لأنه سئل عن موضوع القتل، قال آخر ما نزل في القتل هذه الآية، فهم حملوها قالوا ابن عباس يقول هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. قال: وتعبير ابن عباس رضي الله عنهما وما نسخها شيء يدل على أنها آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن عمدا، يعني الجواب أصبح واضح هنا. وقيل طبعا نحن على 9 أقوال اتفقنا في البداية، اتفقنا في البداية على أنها مسألة اجتهادية ومسألة على غلبة الظن، وها نحن الآن نخرجها تخريج حتى يوم من الأيام إذا قرأتموها في أي مكان عندكم أجوبة. أنا ما يقال لك لا ورد ابن عباس، نعم موجودة، نعم موجودة في الكتاب. لما يقال لك ابن عباس قال وما نسخها شيء، أنت تجيبين عليه، قل له لا، ليست في القرآن، المقصود القتل، في القتل، نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. قال وحمل، أي نعم، شوف كيف فهموها الصحابة، فهموها البعض، قال لا، هذه مؤذنة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني والبعض حملها، نعم. قال حمل على أن هذه السورة آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فهم ذلك عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما، أو أنها آخر ما نزل من سور القرآن كاملة، كان آخر ما نزل من سور القرآن كاملة، أنهم تعرفوا أن القرآن الكريم كان ينزل أحيانا آية، تنزل آية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أو جزء من آية، أو جزء من آية، كما مثلا في لا يستوي القاعدون من المؤمنين ها غير أولي الضرر، هي كانت في البداية قبل، لم تأتي أولي الضرر، غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، فلما شق ذلك عليهم أنزل الله غير أولي الضرر، قال ضعوها في هذا المكان، قال صلى الله عليه وسلم، قال مؤذن، قال وقيل أن آخر ما نزل من القرآن لكنها بخط أحمر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال وهذا القول الراجح، إذ عاش بعدها أي بعد نزول هذه الآية صلى الله عليه وسلم 8 أيام فقط، ثم انتقل بعدها إلى الرفيق الأعلى. وهي فعلا الآية من خلال أنت لما تنظر إليها مع الرواية السابقة للصحابة رضوان الله عليهم، نعم، هذه آخر آية نزلت من القرآن الكريم، نعم، فكانت هذه آخر آية: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وفعلا هو هذا الغرض من الدنيا بالكامل، عليكم جميعا أيها الناس أن تتقوا هذا اليوم، تحذروا اليوم الذي سترجعون فيه إلى الله، عدوا لهذا اليوم للسؤال جواب، وللجواب صواب، وللصواب رياء لا إخلاص، هذا الذي يجب علينا جميعا أن نقوم به. الفائدة من معرفة أول وآخر ما نزل من القرآن الكريم، قال الفائدة من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل: أولا تمييز الناسخ من المنسوخ. كيف ستعرف الناسخ من المنسوخ؟ اليوم أنت ستأتي الآن يعني سيأتيك أحد الناس يقول لك يا طالبة الدراسة الإسلامية أو القراءة أو يا طالب القراءات، أو يقول الله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أنا أشرب الخمر خارج الصلاة لكن وقت الصلاة، ماذا سترد عليه؟ يقول له ومن الآية التي بعدها في آية أخرى، نعم طبعا هكذا، ولذا يقول له لابد معرفة هذا وهذا، لا تفتي الناس بهذا. آخر سيأتي يقول
يا أيها الذين آمنوا، الله يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أو يقول لك قال الله تعالى يمحق الله ويربي الصدقات، يعني هو محق لكنه ليس حرام في النهاية. فلذلك أنت يكون عندك الآيات فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني واضح أحل الله البيع وحرم الربا، انتهى الموضوع. يعني لا تؤمن بعض الكتاب وتكفر بعض الآخر، هذه مهمة جدا. أو في القتال وفي غيره، أنت الآن تقول له نريد نقاتل أعداء الإسلام، هو يقول لك الله سبحانه وتعالى يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وينسى أن هنالك الآيات الأخرى المتعلقة بالقتال. قال تمييز الناسخ من المنسوخ، فقد ترد الآيتان أو الآيات في موضوع واحد ويختلف في إحداهما عن الأخرى، ولذلك سننظر إلى الزمان أو فآخر ما نزل هو الحكم الثابت. قال فإذا عرف ما نزل أولا وما نزل آخرا كان حكم ما نزل آخرا ناسخا لما نزل أولا. خلاصة الدرس أيها السادة والسيدات، اقرأ أول ما نزل من القرآن على الإطلاق. ثانيا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق. ثلاثة ليس في آخر ما نزل من القرآن شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوى وإنما هي عبارة عن اجتهادات للعلماء. بهذا نكون قد أكملنا هذا الدرس وفق الشرائح الموجودة لدينا، وبعد ذلك إذا أردتم أنتم إن شاء الله ستقرؤونها أو هي طبعا هكذا بهذا الاسم المكي والمدني، أول ما نزل آخر ما نزل المكي والمدني، ومعرفة كل ما يتعلق بالمكي والمدني الشتائي والصيفي الليلي والنهاري إلى آخرها. هذا يمكن إن شاء الله ترجعون إلى الكتاب تقرأوها بصورة أكثر وضوحا. أظن هنالك شيء قبل هذا. نعم لا أظنها قبلها صح. نعم صفحة 97. أسباب النزول ستكون إن شاء الله الأسبوع القادم. كأنك أنت رتبت غير الترتيب، أو أن الكتاب فيه ترتيب آخر أيضا. ترتيب آخر. نعم نحن أعطل بعد الوحي خير إن شاء الله. المهم هي جزء من هذه المحاضرات المتعلقة بالمكي والمدني، أما هذا السابق نحن أخذناها الوحي بكل ما فيه من تفاصيل. والمكي والمدني، نعم عناية العلماء بالمكي والمدني، هذه إن شاء الله سنقرأها الأسبوع القادم بجميع التفاصيل التابعة لها. وهذا الملف هو البعد فعلا إن شاء الله، هذه ستكون الأسبوع القادم أو بعد أسبوعين. ضوابط النزول، نعم معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، هذا الخامس، كان المبحث الخامس. إن شاء الله الأسبوع القادم سنأخذ الذي قبل، فأول ما نزل وآخر ما نزل هذه هي الأقوال، يمكن ترجعون إليها. أصح الأقوال في هذا ذكرها بالكامل، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك من الرؤية الصادقة في النوم إلى آخر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك الرأي الثاني المتعلق بسورة المدثر والأدلة الواردة في سورة المدثر، وكذلك الأحاديث المتعلقة بسورة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم، هذه كلها يعني واردة ستقرؤونها إن شاء الله في البيت. هذا طبعا الواجب عليكم أنكم تقرؤونها أقل شيء في البيت. آخر ما نزل هذه الآيات، مثلا ما نزل في الربا، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال مثلا آخر آية نزلت في الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقيل مثلا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وارد فيها. كذلك في الدين آخر ما ورد فيها، كذلك آخر ما نزل في يعني آية الكلالة وجاء بالأدلة على ذلك. ثم بعد ذلك يا سادة يا كرام أوائل موضوعية، هو قسمها الآن تقسيم موضوعي، أول ما نزل في الأشربة أو آخر ما نزل في الأشربة، أول ما نزل في الأطعمة آخر ما نزل في الأطعمة، قال مثلا موضوعات خاصة من ذلك، وهذه التقسيمات مهمة جدا الطالب العلم يستفيد منها.
أول ما نزل في الأطعمة مثلا قال أول آية نزلت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائع من يطعمه، كل شيء حلال، قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، لكن جاءت بعدها الآية تبين لنا أشياء أخرى، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، ثم بين إنما حرم الميتة الدم، هناك تقول لنا دم مسفوح، هنا دم فقط، قال ولحم خنزير وما أهل لغير الله، ثم جاءت آية البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ثم جاءت الآية الأخيرة في المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل طبعا أي. وبعدين احنا لما نقرأ هذه إن شاء الله مع الأيام نحن سنأتي بالعام والخاص المطلق والمقيد، مثلا هل الآن حين نتحدث عن حرمت عليكم الميتة هل كل ميتة حرام أم ستأتي هنالك استثناءات؟ السمك والجراد مثلا، السمك والجراد جاء فيها أدلة خاصة نعم خارجت من هذا السابق، أو الدم أي دم؟ ليس كل ده الدمان وحلاء دمان الكبد الطحال، لكن الدم هنا قال أو الدم دما مسفوحا، الدم المسفوح هذا هو الذي لحم الخنزير واضحة وما أهل به لغير إلا المنخنق الموقوذة المتردية النطيحة نعم إلى آخره. أول ما نزل في الأشربة تقرؤونها مثلا في الخمر تحدث عنها كيف كانت، ثم بعد ذلك فوائد هذا المبحث قال مثلا العناية ذكرناها التي حظي بها القرآن الكريم صيانة له وضبطا لآياته، وكذلك إدراك أسرار التشريع الإسلامي في تاريخ مصدره الأصيل، وكذلك تمييز الناسخ من المنسوخ. هل لديكم أيها السادة أيتها السيدات أي سؤال أو استفسار؟ نحن الآن أكملنا درسنا المتعلق بمباحث في علوم القرآن الكريم. نعم يمكن الأستاذ الكريم سيعطيكم أي شريحة. نعم يمكن يوجد سؤال. ها نعم هو جاهز الآن هنا على يوجد سؤال. نعم أخ يسأل ماذا يقول الأستاذ لمن ينكرون وجود الناسخ والمنسوخ ويقولون لا يوجد نسخ القرآن بل هناك تطور؟ خير إن شاء الله هذا سنأتي له في باب الناسخ والمنسوخ، لكن هو يعرف أن شريعة الإسلام هي شريعة ناسخة، أولا شريعة الإسلام شريعة ناسخة لكل ما كان سابق، ولو لم نقل بها أننا يعني في وضع يعني هو جائز عقلا وشرعا، ليس كما أنكره البعض، بعضهم أجازه شرعا ولم يجزه عقلا، والعكس الأصفهاني وغيره، واليهود اليهود هم أنكروه، قالوا أن المقصود بها البداء، أن الله سبحانه وتعالى بدأ له شيء فغيره، تعالى الله أن يكون ذلك، لكن الله أخبرنا بذلك قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا ثابت بإجماع الأمة بالكامل. والخلاف الذي يذكره الأخ هو أو البعض الذي ينكره هو خلاف، لكنه في الحقيقة غير معتبر، غير معتبر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن مثلا آدم عليه السلام، وأخبرنا عن الزواج الذي كان ما بين مثلا قابيل وهابيل وكيف كانوا يتزوجون من البطن الواحدة، هذه نسخت، وكذلك الطعام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ثم ما جاء بعده عيسى عليه السلام ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ثم ما جاء عندنا نحن الآن نفس الكلام، وإلا لو ذاك هل سنستمر على ماذا يسمون هذا؟ هل يسمونه نسخ؟ بالتأكيد هو نسخ، والقرآن الكريم هو ناسخ لكل الشرائع السابقة، ولو لو لم نقم بهذا معناها أن الكتب السابقة موجودة الآن ويعمل بها وهي حجة، إلا إذا قلنا بها النسخ، لكن وسنأخذ هذا إن شاء الله مع الأيام معاني النسخ، سواء كان النسخ الذي المقصود به التحويل، تحويل شيء إلى شيء مثل المناسخة في باب المواريث، أو مثلا النقل حينما تنقل شيء إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أو مثلا اللي هو المحو والإزالة، محو والإزالة موجود، وهذا مثلا في الشرائع عندنا موجود، هل مثلا بعض الأحكام لا تزال موجودة أما أنها نسخت، مثلا في متاعا إلى الحول غير إخراج بالتأكيد أنها نسخت، أو القبلة ماذا سنقول يعني اليوم نرجع نصلي إلى بيت المقدس، لا نسخت، وهذا شيء واضح. شكرا جزيلا، صلى الله يوفقنا وإياكم إلى كل خير، نأخذ راحة كذا 10 دقائق ثم نعود على آية الأحكام، اليوم عندنا درس جديد في آية الأحكام، التفسير آية الأحكام المتعلق بالسحر، وسنأخذ الأحكام المتعلقة بذلك. السحر أنتم تقرؤون، قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر نعم
سندرس في هذا الموضوع، هل السحر هذا حقيقة أم خيال؟ هل إلى ما لا نهاية سيأتي بيانه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.